سيكون معنا أولا الأستاذ فادي اسكندراني. والأستاذ فادي عمل في مجال الإدارة والأعمال الإنسانية الخيرية منذ عام 89 ولغاية اليوم. عمل في العديد من المنظمات الإنسانية الخيرية العالمية. حاليا يعمل كمدير تنفيذي لاتحاد رعاية الأيتام لمكتبيه في بريطانيا وتركيا. هو عضو مؤسس للكشافة الإسلامية في بريطانيا، وهو مستشار المكتب العالمي للحركة الكشفية في ماليزيا، مدرب معتمد مع المكتب الكشفي الأوروبي ومكتب المرشدات الأوروبي، عضو اللجنة التحضيرية للمخيم الكشفي العالمي في السويد، وعضو مؤسس للجنة الكشفية البريطانية لدمج الأقليات في لندن بريطانيا، نائب رئيس الشبكة الكشفية الأوروبية لدمج الأقليات في بروكسل بلجيكا، وحصل على العديد من الجوائز والدروع والميداليات، منها جائزة الكفاءة الإنسانية من الصناديق الإنسانية في منظمة التعاون الإنساني عام 2017، وشهادة تقدير المنظمة العالمية للحركة الكشفية في كولالمبور ماليزيا 2011. سنفتح المجال لحضرتك أستاذ فادي الآن لمدة نصف ساعة لكي تحدثنا عن تشكيل وإدارة الفرق التطوعية. تفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم جزيل الشكر حقيقة على استضافتي، والحقيقة يعني يسعدني الوجود معكم، ويسعدني صراحة السماع لاحقا من الأخوة والأخوات الموجودين والاستفادة منهم. كما ذكر الدكتور شوقي، لعله يعني طبعا لا أستطيع أن أعرج على كل شيء، والحقيقة هو الموضوع يعني كبير ويحتاج أكثر من نصف ساعة، ولكن إن شاء الله خلال نصف ساعة نحاول جاهدا يعني أن نعرج على ماذا يمكن به. هل ممكن أستاذ بشار، هل ممكن يعني أشارك الشاشة؟ تفضل. ثواني بس. تفضل تفضل الآن. واضحة الشاشة؟ واضحة. إذا بتحب تكبر الشاشة بحيث إنه تظهر على كامل السلايد كما تحب يعني. هو عم حاول إني حطه صراحة. ظن اف 5 دكتور أستاذ فادي. جربت ما اشتغلت. هي طيب. تمام مش الحال. تمام. الآن ورشتنا هي عن تشكيل وإدارة الفرق التطوعية، والحقيقة يعني لما فكرت في ماذا أقدم في هذه الورشة بدأت بسؤال نفسي، لماذا الفرق التطوعية؟ وكنت أجيب أنها للمساهمة في دعم العمل الخيري الإنساني، مثلا على سبيل المثال قد تكون مساعدة أحد المنظمات في جمع التبرعات، قد تكون مساعدة المجتمع في العمل الأهلي كجزء من المسؤولية المجتمعية، ولأن مثلا العمل التطوعي يعتبر مصدر للعلاقات، بناء العلاقات، بناء التواصل مع الآخرين. العمل ضمن المجموعات صراحة يزيد من فرص التطوع عوضا عن عمل التطوع الفردي، كمان يعني العمل التطوعي مع المجموعة يساعد على التعلم من الآخرين واكتساب مهارات، بناء صداقات، يعني بناء خبرات مهنية. فأحدى الدراسات في أجراها المعهد الوطني الإيرلندي سنة 1994 أفاد أنه 94% من المشاركين في هذه الدراسة يعتقدون أن التطوع يساعد الناس في الانخراط تلقائيا في المجتمع. وبالتالي هذا الفريق عليه التحديد ماذا يريد أن يقوم به، مثلا البحث عن جهة أريد أن أتطوع مثلا مع جهة معينة في مشكلة معينة، كما ذكر الدكتور شوقي في اليمن مثلا كان في مشكلة بعض الأشخاص تجمعوا وعملوا لحل هذه المشكلة. كما أيضا يجب إيجاد أشخاص التطوع في هذا الفريق، أشخاص يشاركوني الفكرة، أشخاص يشاركوني الهم، أشخاص يشاركوني ما أنا مؤمن به. و للعمل مثلا مع جهة معينة يجب أن يكون هناك تحديد لكيفية العمل مع هذه الجهة، يعني منظومة معينة، مفهوم معين، كيف يمكن أنا أن أعمل مع هذه الجهة حتى تكون منظمة. الحقيقة يعني الدكتور شوقي تقريبا عرج على هذه الأشياء وتحدث عنها،
ونحن كما ذكرنا نتحدث عن تشكيل وإدارة الفرق التطوعية، وأنا الحقيقة أصمتها إلى اثنين. الأولى هي تشكيل الفريق التطوعي، والمسألة الثانية هي إدارة الفريق التطوعي، وسأحاول يعني خلالها ما تبقى 25 دقيقة أن تحدث عنها. وعندما يعني عم نتحدث عن تشكيل الفريق التطوعي، فنحن نتحدث عن إنسان، أنا إنسان، أنا مبادر أريد أن أؤسس هذا الفريق التطوعي. والحقيقة اليوم أنا سميته رائد بما أنه نتحدث في هذا اللقاء عن الرائد المجتمعي، وعليه أيضا هذا الرائد أن يشتغل على استقطاب أعضاء لهذا الفريق، تدريب وتأهيل أعضاء هذا الفريق، ما هي مهام الفريق التطوعي الإداري ضمن هذا الفريق، وأخيرا التسجيل الرسمي مع الجهات الرسمية في البلد أو في المكان الذي نريد أن نقدم الخدمة فيه. وأنتقل إلى هذا الإنسان. هذا أنت أخي الكريم، أنت أختي الكريمة، عندما فكرت في تأسيس فريق تطوعي معناها أنك أنت إنسان رائد، أنت إنسان ريادي، أنت صاحب مبادرة، أنت إنسان مبتكر. ولكن لتضع هذه الفكرة موضع التنفيذ يجب أن تشكل وتبني وتدير تشكيل بناء وإدارة هذا الفريق التطوعي. وأعرج قليلا هون على صراحة بعض صفات قائد الفريق التطوعي، ما أتحدث عنه هناك قد يكون صفات عديدة أكثر من ما نتحدث عنه، هذه أنا وجدتها نحتاج إليها. هذا الإنسان الذي يريد أن يؤسس فريق تطوعي يجب أن يكون عليه القدرة على إدارة هذا الفريق التطوعي، يجب أن يكون قادر للعمل مع الآخرين. مسألة العمل مع الآخرين ليست مسألة سهلة، قد لا ينجح فيها الجميع في العمل مع الآخرين، ممكن البعض منا يستطيع أن يستوعب الآخرين، ومن لا يستطيع ممكن أن نساعده وندربه على هذا الشيء. هذا الإنسان قائد الفريق التطوعي يجب أن يكون عليه عنده قدرة على تحقيق النتائج، يجب أن يكون عنده قدرة في المساعدة لتمكين التغيير، يجب أن يكون عنده قدرة في استخدام المصادر والقدرة في مهارة إدارة الوقت وإدارة العمل، المهارات الشخصية. إدارة الوقت يعني العمل التطوعي لا يمكن أن يكون مفتوح، ولهذا السبب إدارة الوقت فيه مهمة. ولاستقطاب أعضاء الفريق التطوعي يجب علي أنا هذا الذي كرست نفسي لأقود فريق تطوعي أو لأسس فريق تطوعي، البحث عمن يريد أن يمكن أن يساهم معي في هذه الفكرة التي يعني أنوي العمل بها. الحقيقة من تجربتي ومن خبراتي من الطرق اللي وجدتها حتى يمكن عالم التسويق يتبعها، أنه أنا دائما أبدأ من الدائرة الضيقة التي أعمل معها، الدائرة الضيقة التي أعرفها، الدائرة الضيقة يعني التي قد تؤمن بي بسرعة أو التي تعرفني، تعرف خصائصي، تعرف ماذا أنا يمكن أن أقدر للقيام به، وأبدأ ممكن من الأقرباء، من زملاء العمل، من زملاء الدراسة في الجامعة، من الجيران في السكن في نفس البناء الذي أعيش فيه في الحارة التي أنا فيها، أصدقاء النادي. هؤلاء الناس يعرفوني، يعرفون خصائصي، يفهموني، ما في حاجة كبيرة. وحتى الأشخاص اللي هم سيتطوعوا معي أنا أعرفهم وأعرف مثلا خصائصهم، أعرف حتى معلوماتهم الشخصية، واللي هي مهمة في العمل التطوعي، لأنه مسألة المحاسبة ومسألة يعني حفظ حقوق الآخر ما نسميها الحماية مسألة مهمة. وإذا قررت أني أنا أريد أن يعني تأسيس فريق تطوعي ولكن أريد أن أخرج خارج الدائرة الضيقة وأريد أن أستقطب أعضاء لهذا الفريق التطوعي، ممكن أعضاء لا أعرفهم، فبالتالي ممكن أن أبدأ إلى مناطق أخرى من الجامعة أو المدرسة. وقد يسألني الناس المدرسة، في مدارس هم فوق 18 سنة أو المدرسين أنفسهم في المدرسة، في أماكن العبادة، وده ممكن ضمن المنظمات الخيرية، عبر المجتمع الافتراضي. ولكن هذه ليست مسألة سهلة، لأنه الآن إذا أنت تريد أن تستقطب أشخاص لا تعرفهم بتاتا فيجب أن يكون هناك مرحلة من يعني معرفتهم بشكل دقيق جدا حتى يستطيعوا العمل معك في هذا العمل التطوعي. ممكن التسويق لفكرة ضمن نقابات الشركات والتجارية والمهنية مع المجموعات الشبابية، أو حتى الأعضاء اللي استقطبتهم. مثلا أنا أريد أن أؤسس فريق من 10 أشخاص، استطعت أن أحصل أنا يعني وأصدقائي على 5، ونريد 5 آخرين، ممكن أنفسهم هم نستطيع أن أصل معهم إلى
عدد أكبر من الناس. والحقيقة حتى يكون العمل منظم ويفضي إلى يعني نتائج كبيرة، أرى بأنه أن يكون العمل إلى حد ما احترافي إداري. مثلا هذا ما ترونه أمامكم استمارة لطلب التطوع، ممكن أني أشتغل عليها، أبحث عنها، يعني أطورها وأبدأ بنفسي بتسجيل نفسي هذه الاستمارة، وأبدأ من الآخرين في طلب ملء هذه الاستمارة. استمارة كاملة تتضمن مثلا الهوية، تتضمن السيرة الذاتية، تتضمن بعض الرسائل التزكية، وهذا من جزء من بداية تأسيسك لعملك لفريقك التطوعي بشكل صراحة إداري وبشكل جيد. من المسألة الأساسية جدا أنه مش شرط قبول جميع المتطوعين، لأنك أنت تريد أن يشتغل معك إنسان يعني مساعد وليس إنسان مناكف. المرحلة الثانية واللي هي أساسية، أنه هي ليس فقط نعم أنا أريد أن أؤسس فريق تطوعي، نعم نحن لدينا مسؤولية نريد أن نقوم بها. طيب قبل البدء بهذا العمل، يعني ليس فقط أنه والله تجمعنا فادي ومحمد وأحمد وبشار وسناء وفلان ونريد أن نساعد، قبل أن تبدأ هذا الشيء يجب أن تعمل على تهيئة هذا الفريق، هذا الأشخاص الذين يريدون العمل معك، حتى تستطيع أن تعطي شيء يعني مثمر ومنتج بشكل كبير جدا. هذا الشيء صراحة كما أسلفنا، العمل التطوعي عمل يساعد على بناء المهارات. العديد من الأشخاص اشتغلوا في شركات وفي مؤسسات وفي هيئات وفي منظمات استفادوا وتعلموا من العمل التطوعي، وهذه هي مهمتك صراحة أنت كرئيس لهذا الفريق التطوعي، وهي تهيئة هؤلاء الأشخاص نفسيا وعقليا. لا يجب أنه أن أفكر بأنه من يريد أن يتطوع لديه معرفة لكل شيء، لازم يكون في مرحلة تهيئة للتدريب والتأهيل لهؤلاء الأشخاص، لأنه كما ذكرت ليس كل إنسان يعلم كل شيء. وأهم مسألة هو أنت من قررت أن تؤسس فريق تطوعي. طيب أنت ممكن تسألني أنا أريد أن أدرب هذه الأشخاص، هؤلاء الأشخاص كيف أدربهم؟ هي ليست مسؤوليتك أنت أن تدربهم، قد يكون من ضمن أعضاء الفريق من لديه معلومات خاصة في ضمن معلومات في ضمن خبرات معينة، فبالتالي ممكن أن نتبع الخبرات فيما بيننا بالبداية، والخبرات الأخرى التي لا يعني ما عندنا خبرة فيها كيف يمكن أن أتعلمها؟ فأنا بقول لكم تجوا إلى تجربة الأخ بشار اللي نحن موجودين فيها الآن، وهو إعداد مخيم الرائد المجتمعي. هو عمل على إعداد هذا البرنامج مدة 6 أيام، بحث عن الخبراء، كل خبير أو توافق معه على موضوع معين وأتى بهذا البرنامج، وأنا الآن كما أرى على الشاشة تقريبا فيما يقارب 300 شخص يعني يستمعون. فهو عمل على نقل هذه الخبرة من هؤلاء الخبراء إلى هؤلاء الأشخاص الموجودين معنا. هذا هو ما عليك أن تقوم به أنت أخي الكريم، في أنك أو أختي الكريمة، يعني في أنك أن تحاول أن ترتب مع بعض الأشخاص الموجودين في المجتمع. وعلى الأكيد المجتمع يزخر بالخبرات والمعلومات الكبيرة جدا اللي ممكن أن تتوافق معهم على برنامج ورشي معين في يوم معين في مكان معين، ويتم تدريب هذا الفريق التطوعي على هذه الأشياء. من المهارات صراحة اللي كمان أذكرها، وهي ليست فقط الوحيدة ولكن أساسية ومهمة، هي مثل المهارات في القيادة والإدارة، مهارات في التواصل والاتصال، مهارات العمل الجماعي وهذه مسألة مهمة جدا جدا صراحة، مهارات إدارة الفريق. يعني منذ دقائق كنا نسمع الدكتور شوقي عن مسألة الأمور المالية في الفريق وكيف يمكن أن يعمل الفريق، فبالتالي يجب عليك أن تعرف كيف تدير الأمور المالية للفريق، مهارات إدارة العلاقات العامة، مهارات تنظيم الأنشطة، واللائحة صراحة طويلة لا تنتهي. والمسألة المهمة جدا أيضا كمان أنه على المتطوع نفسه الذي شارك في هذا الفريق التطوعي أن يسعى للتعلم الذاتي وتطوير نفسه صراحة.
الآن نحن يعني تغير الزمن وتغير المكان. الإنسان الذي كان يسافر من بغداد إلى القاهرة للتعلم أو العكس، أو يسافر من الشام إلى شمال أفريقيا للتعلم، الآن كله موجود على الإنترنت، كله موجود في كل مكان. يعني عالم المعرفة عالم كبير جدا، وعلى هذا الشخص الحقيقة أن يسعى لتطوير نفسه إضافة إلى ما يمكن أن يتعلمه مع الفريق للعمل وللإنتاجية. الآن أتى شخص يريد أن يؤسس فريق تطوعي، تدريب فريق التطوعي. طيب هذا الفريق التطوعي، هل خلص نحن 5 أشخاص، 7 أشخاص، 9 أشخاص في هذا الفريق التطوعي نعمل جميعنا في كل شيء؟ لا، للحقيقة لحتى يكون عمل إنتاجي ومنظم يجب أن يتم ضمن هذا الفريق التطوعي توزيع المهام. أنت في هذا الفريق التطوعي كأنك حكومة، كأنك إدارة شركة، كأنك إدارة منظمة خيرية، فبالتالي يجب أن يكون هناك توزيع على أعضاء الفريق بمهامهم، ويمكن التناوب ما بين الفريق في هذه المهام حتى يعني تدور دائرة تبادل الخبرات ما بين الجميع. يعني إذا أنا اليوم رئيس الفريق، مش شرط إني بعد 6 أشهر إني أنا أكون رئيس الفريق. وإذا الشخص قال في قرارة نفسي لا، ما عندي أنا الخبرة حتى أنا أكون رئيس الفريق، فمنقول له نعم أنت تستطيع أن تكون، ونحن موجودين معك لندعمك ونساعدك لتعمل كذا. فهذه هي مثلا بعض المهام رئيس الفريق، نائب رئيس الفريق، أمين السر ومسؤوليته على سبيل المثال المراسلات وحفظ الملفات، أمين الصندوق، مسؤول العلاقات العامة، مسؤول الاتصال والتواصل، مسؤول عن منصات التواصل الاجتماعي اللي صارت هي جزء أساسي من حياتنا اليومية. فهذه هي بعض المسؤوليات. صراحة هذه ليست اللائحة، قد يكون في مسؤوليات أخرى، وقد يكون شخصين ممكن أن يستلموا مثلا نفس المسؤولية. ما شرط أنه والله 5 أشخاص لديهم مسؤوليات و3 أشخاص ما لديهم أي شيء، ممكن 2 يتعاونوا في مسؤولية واحدة، وبالتالي بيكون إنتاجية أكبر. من الأشياء المهمة مثلا على سبيل المثال هذه المهام التي أنا ذكرتها، أنه نسعى إلى أن نكتب وصف وظيفي لهذا المسؤول لكل مهمة، بالتالي نستطيع أن نكون يعني أمام نحن مسؤولية بما نقوم. لا نريد أن نثقل على أنفسنا، لا مش شرط تكون صفحات، ممكن تكون نصف صفحة عبارة عن 5 نقاط: أمين السر يجب عليه القيام بكذا وكذا وكذا، وأمين الصندوق يجب عليه القيام بكذا وكذا. يعني وربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا ضمن قوانين وضمن نواميس، ضمن معايير، فبالتالي نتعلم منها، أي بما معناته نحن أيضا يجب أن نشتغل ضمن هذه القوانين والمعايير. والحقيقة أنه العديد من المنظمات الآن كما ذكر الدكتور شوقي الهلال والصليب الأحمر، مؤسسة عمرها الآن أكثر من 150 سنة موجودة في كل بقاع الأرض، بدأت من تطوع. الإغاثة الإسلامية عبر العالم الآن موجودة في 45 دولة وتصل ميزانيتها إلى 300 مليون دولار، هي بدأت من شخص متطوع في سنة 1984 في مدينة برمنغهام في بريطانيا، وغيرها من الأمثلة العديدة صراحة اللي هي بدأت من التطوع والآن صارت مؤسسات ومنظمات رائدة وكبيرة. وختاما في مسألة تشكيل الفريق التطوعي، هي مسألة التسجيل الرسمي. في بعض الدول صراحة قد تكون سهلة وبسيطة، ما عندها أي إشكالات إنه تجي مجموعة وتقرر التطوع. في بعض الدول لا، هذا ممنوع، يجب أن يكون أن نسجل ضمن وزارة الشؤون مثلا. على سبيل المثال في دول الخليج موجود الفرق التطوعية جزء من المجتمع صراحة، وممكن التسجيل في وزارات الشؤون الاجتماعية. في بريطانيا ممكن أن تسجل شركة محدودة المسؤولية غير ربحية، إنما أنا أفضل أن يكون هناك تسجيل رسمي، أو حتى لو ما شرط يكون في تسجيل رسمي، ما أستطيع أن أقوم بالتسجيل الرسمي، ممكن أن أنضوي تحت أحد الهيئات، أو أسأل أحد أو حتى يعني المسؤولين البلدية يكونوا على علم فيما أنا أريد أن أقوم به حتى لا تحصل في أي مشاكل قانونية. والآن ننطلق إلى مسألة إدارة الفريق التطوعي.
وأيضا قسمتها إلى 4 نقاط سريعة، وهي أنه أن يكون هناك لقاءات منتظمة، مثلا التطوع مع جهة، ما هي ممكن أن تكون أنشطة الفريق، وأهم أخيرا وأهمها التحفيز للبقاء على المتطوعين. وكما يقال يعني إذا أنت لم تخطط فأنت أيضا تخطط ولكن للفشل. وبالتالي إذا أنا أريد، أنا عملت على تأسيس فريق وهذا الفريق أتى وتدربنا سويا وعملنا، وعلى فكرة الاستعجال مش ضروري، ممكن أن يعني نبدأ الفريق ونؤسسه ونشتغل مع أنفسنا لمدة 6 أشهر قبل أن ننزل على الميدان والمساعدة. ليش؟ لأنه البناء الأرضية الأساسية هو ممكن يساعدك على بناء، على وضع بناء عالي فوقها. أما عدم وجود الأرضية فأنت لن تستطيع العمل يعني صراحة بشيء منتج. بالتالي عندما تصل إلى هذه المرحلة أنصحك بأنك تعمل خطة سنوية وأجندة لما يمكن أن تقوم به. لو أنت وصلتم إلى قرار أنه نحن سنساعد نصف يوم بالشهر لمدة سنة، هذا إنجاز عظيم وعمل مثمر جدا. أن يكون لهذا الفريق التطوعي اجتماعات، يعني مش والله لما بيكون في حاجة يا أخوانا يا فلان ما رأيكم نجتمع يوم كذا، لا، ليش ما نقرر نجتمع أسبوعيا؟ لا نستطيع، كل أسبوعين كل شهر. وبالتالي الاجتماعات تساعد على دائما التخطيط يعني سد الثغرات والانطلاق لعمل أفضل. في هذه الاجتماعات أيضا من المفيد أن يكون أن نضع جدول أعمال لهذه الاجتماعات للخروج بنقاط محددة. هي ليست جلسة لشرب الشاي والقهوة، هي جلسة للتنفيذ والعمل ومساعدة المجتمع. إذا قررنا التطوع مع جهة أو هيئة فيجب تحديد وقت معين ماذا نريد أن نعمل معهم، وليس أن تكون يعني شيء غير محدد. ليش؟ لأنه لا يمكن أن هم يطلبوا منك شيء وأنت لا تستطيع القيام به. فبالتالي التطوع مع جهة يفضل أن يكون ضمن برنامج معين مخطط له. مسألة أخرى هي مسألة أنك لا تثقل على نفسك، ولا تعتبر أنك إذا أنت فقط مثلا قدمت ساعة في الأسبوع هذا لا شيء، هذا شيء عظيم جدا. من أنشطة الفريق التطوعي، يعني ممكن الشخص يسأل طيب نحن نريد أسسنا فريق تطوعي، ماذا يمكن أن تكون أنشطة الفريق التطوعي؟ الحقيقة لائحة الأنشطة لا تنتهي. المجتمع يحتاج، أي مجتمع، المجتمع في العالم الأول والمجتمع في الدول النامية يحتاج. وعلى سبيل المثال يعني أنا أسرد أمثلة وهي ليست فقط ما يمكن أن يقام به. قد تبدأ أنت في مكان تعيش فيه هناك مشكلة تحتاج إلى حل تساعد فيها. في شيء آخر، الآن نحن في كورونا، الأطباء يعملون 18 ساعة، الممرضين يعملون يمكن 12 ساعة أو 20 ساعة، بالتالي هم بحاجة إلى التسوق، بحاجة إلى من يساعدهم في بيوتهم. هذا كله ممكن أن نساعد فيه، كل فترة معينة ممكن أن نساعد بشيء. على سبيل المثال ممكن أن تساعد الآن المنظمات الإنسانية في مسألة الاتصال والتواصل. نحن في دراسة أجريناها مؤخرا وتفاجأنا وجدنا أنه 20% من المنظمات الخيرية صراحة في بعض الدول ما عندها أي تواصل أو عمل في العالم الافتراضي أو التكنولوجيا صراحة. هذا يعني ممكن أني أنا أجد شيء طبيعي عادي، كيف ما عنده موبايل، كيف ما عنده تليفون، كيف ما عنده لابتوب، ولكن في أماكن أخرى يمكن هذا الشيء مش متوفر، متوفر الخبرة مش متوفرة، كله له أسبابه صراحة. على قد أكون سفير لبيبول في بلدتي في منطقتي، الآن نحن نستفيد من منصة بيبول ونتعلم منها، لماذا لا أكون أنا سفير لبيبول في منطقتي حتى أساعد آخرين على الاستفادة من هذه المنصة. وكما ذكرت اللائحة طويلة جدا يعني لا تنتهي للحقيقة. ختاما وأهم صراحة، وأنا أتحدث بسرعة يعني حتى أبقى ضمن الوقت المحدد في البرنامج، وهو البقاء على المتطوعين. يعني الحركة الكشفية هي من أكبر الحركات الشبابية في العالم، عدد الأشخاص فيها 50 مليون، عدد المتطوعين يعني الكبار اللي يعملون هو مش يعملوا حقيقة متطوعين يصل تقريبا 3 مليون إنسان. طيب هذه عملوا دراسة شو هي الأسباب التي يعني الناس تترك. فبالتالي لازم أنت تفكر في مجموعتك، نحن أسسنا فريق تطوعي
نريد أن نعمل هذا الفريق تطوعي مدته شهرين، خلاص اتفقنا أن يكون شهرين، مدته سنة اتفقنا سنة. أما نريد أن نعمل كفريق تطوعي إلى ما لا نهاية، فبالتالي أيضا يجب أن نشتغل على مسألة التحفيز، وهو التحفيز على كل المستويات، مني أنا كرئيس فريق تطوعي لأعضاء الفريق التطوعي أو حتى أعضاء الفريق فيما بينهم. إذا نحن بنينا هذا النوع من الفكر مسألة التحفيز، بالتالي نحن نبني فريق تطوعي بإذن الله دائم. مسألة الشكر والثناء مسألة مهمة جدا، مسألة إبراز العمل التطوعي الذي يتم من قبل المتطوعين هذا مسألة مهمة جدا، التحفيز المتكرر وعدم الانقطاع عنه دائما، تقديم النصح والإرشاد فيما بيننا، الثقة بأنه نحن كمتطوعين أو من يريد أن يتطوع معي نعم يستطيع أن ينفذ المهام المنوطة به، وتبادل الأدوار بين أعضاء الفريق كما ذكرت سابقا هي مسألة مهمة، حتى لا شخص يحس في قرارة نفسه أنه ماذا هو رئيس الفريق التطوعي أو هو مسؤول المالية وأنا أستطيع أن أقوم بهذا العمل. فالشفافية كما ذكر كمان الدكتور شوقي فيما بيننا ومع الطرف الآخر مهمة جدا لحتى يبقى هذا الفريق وينتج ومثمر ومساعد للمجتمع بإذن الله في المستقبل. وأختم صراحة هذه المداخل اللي هي سريعة عن تأسيس وتشكيل وإدارة الفريق التطوعي، كما ذكرت المسألة طويلة وتحتاج إلى شغل يمكن ورشة يوم أو يومين، إنما عرجنا على الأقل خلال نصف ساعة إلى حد ما في ماذا يمكن أن نقوم به. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا، أشكر الحي منصة بيبول على إتاحة الفرصة لأكون معكم، ويعني أنا موجود لنهاية البرنامج لو في أي استفسارات في أي شيء، فحياكم الله، نتعلم منكم ونستفيد ومن تبادل الخبرات بإذن الله. جزاكم شكرا الله. لكم أستاذ فادي، محاضرة قيمة، الله يبارك فيكم وبعلمكم. طبعا في مجموعة أسئلة إن شاء الله سوف أطرحها على حضرتك بعد نهاية مداخلة الأستاذ حسين والأستاذ بشار إن شاء الله.